عبر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي عن أسفه لقيام من أسماهم بعض المسؤولين والوزراء بتعيين أقاربهم بوظائف حكومية. العبادي وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده كل يوم ثلاثاء أوضح أن الحكومة تريد تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العراقيين، مؤكدا في الوقت نفسه حرصها لاستيعاب أصحاب العقود والأجور اليومية في الدوائر الحكومية. ولفت العبادي إلى أن المعركة المقبلة بعد انتهاء عملية تحرير الموصل والمناطق الأخرى ستكون مع الفساد. تغرب بعض السياسيين يبدو عايش بغير عالم، هذا النصر والقتال والتضحيات مهمة، يحكي في مكان آخر، ربما ذهنيا اهتمامه غير مكان، اهتمام البعض للأسف ربما بمصالح، عنده رغبة في تعيين ناس يخصوا. أنا أتمنى إحنا لأول مرة سوينا إجراء أن كل الوظائف للتوظيف تعلن وتكون بها شفافية وتحقيق. البعض معجبه ماذا يريد، هو يعطي قوائم. شوف أكثر الضغوط على الوزراء يجي يريد يعين ناس، هو يعينهم متعلقين به من أقاربه من المحسوبية المنسوبية، وهذا هو الفساد بعينه. إذا ما نصلح نظامنا السياسي وما تكون عدالة في البلد، لا نتفاجأ إذا تصير هناك ردة فعل عنيفة. الظلم ما يدوم، الظلم في توزيع المال، الظلم في توزيع الوظائف. البعض أسمعهم يصرحون ما خايف على الفقير، لأن جايب ناس متعلقين به وجايبهم عقود وكذا فارض على الوزراء.